البطاقة الوطنية الجديدة اللي غتخرج تقريبا في 2019 هي عندها خصوصيات. اليوم كانت ندوة حول هذه البطاقة، هي عندها خصوصيات للاستعمال وحتى في كيفية الاستعمال ديالها، بحيث أن البطاقة دابا الحالية الاستعمال ديالها هو كنمشي وكنوريو البطاقة، يعني كيشوفها السيد اللي خصو يتأكد من الهوية كيشوف البطاقة وكنتأكدو كنقولو هذا السيد هو هذا، بينما البطاقة الجديدة غيكون هذا التأكد كيدار رقميا، يعني البطاقة غنعطيوها للسيد غيعملها في واحد الانليكتور باش ياكسيدي لهاد المعلومات اللي فيها غندخلو حنايا ان كود بين، حيت هي بمثابه كارت بانكير، بطاقه بنكيه. اذا ملي غندخلو حنا كود بين ديالها غنقدروا هاد السيد يقدر يتاكد اننا حنا، بالاضافه الى لومبخانت ديالنا. دونك هاد التعريف بالهويه رجع دون فاسون سيكوريزي، يعني حنا متاكدين ان هاد السيد ماشي شي واحد اللي سرق له الشخصيه ديالو. حتى اون اجونس بانكير وبغى ياخذ ان ابونمون باش نكونوا متاكدين انه هو، هاد لاكارت جديده غتنزلها في الليكتور غيعمل لومبخانت ديالو والكود بين ديالو. السيد اللي في لاجونس بانكير غيكون متاكد 100% ان هذاك الانسان هو فعلا، يعني لاكارت ناسيونال ما مسروقاش ما ضيعاش. هذه واحد الحاجه مهمه، اللي الا ضاعت لاكارت كنقدروا نبلوكيوها بمثابه كارت بانكير بحال اللي قلت. دونك هذا السيد اللي في لاجونس غيكون متاكد ان ذاك السيد هو سي لا بون بيرسون. بالاضافه الى هذا الشيء ان هاد لي سيرفيس اللي نقدروا نعملوهم اون بيرسون نقدروا نديروهم وحنا في دارنا، يعني انا في داري باغي نثبت على الهويه ديالي غنتكونيكتا في السيت ويب اللي يكون ديال الدوله ولا يكون ديال اي بريفي، حتى السيت ديال الاي سيرفيسز غنتكونيكتا بلا كارت ناسيونال ديالي، غيجيني الكود، يقدر يجيني الكود باغ اس ام اس ولا باغ ايميل بالاضافه الى الكود بين اللي انا عارف، وممكن اللي نزيد نتاكدوا بالصوره ديالي. عبر هذا الميكانيزم كامل كنكونوا متاكدين ان هذا السيد راه في دارو وهو اللي كيحاول ياكسيدي لهذا لو سيرفيس. هذه من جهه ديال لو سيتوايا، ومن جهه ديال لو فورنيسور دو سيرفيس كيكون متاكد ان هذا السيد اللي كيتكونيكتا هو لا بيرسون اللي لي دوني ديالها وصلوا لنا. لو سيتوايا من ناحيه اخرى غيكون يعني هو اللي الكونترول، عنده الكونترول ديال لي دوني ديالو. حتى شي دوني ديال هاد السيتوايا ما غتبارطاجا مع سيرفيس ولا مع شي واحد اخر الا هاد لو سيتوايا ما فاليداش هاد لو بارطاج، يعني الا ما هو ماشي هو اللي اوتوريزا هاد لونفوا. هادو هما الخصوصيات ديال هاد البطاقه الوطنيه الجديده. وبحال اللي قلت، بحال اللي قلنا في الندوه، كنكونوا متاكدين ان الثمن ديال هاد لاكارت ما غيتزادش، الثمن غيبقى هو اللي كان. لاكارت ان شاء الله غتخرج في حلول السنه المقبله، وبحال اللي كانوا بعض الاسئله اللي كيشيروا اليها، ماشي كلشي ما غنوبليجيوش يعني السيتويان كاملين يجيو يبدلوا لاكارت. اللي تسالات له لاكارت في واحد التاريخ خصو يجي يبدلها راه ياخذ لاكارت جديده. اللي بغى يبدل لاكارت وبغى ياخذ لاكارت جديده ممكن، اللي يبدل لادغيس بحال اللي هو العمل به حاليا، يعني ما تكونش اون اوبليغاسيون باش كلشي يجي يبدل لاكارت. هي تكون عندها 10 سنين لا دوغي ديالها، وتكون لو سويفي ديالها ليفولوسيون، يعني ديال لاكارت ديالي شنو دارت شنو عملت توجور في انترنيت. حتى هاد لو سيرفيس اللي قلنا الجديد اللي هو اللي في انترنيت حتى هو غيكون انكلوزيف، اللي ما بغاش يستعمل هاد لي سيرفيس في انترنيت لاكارت ديالو ما تكونش اكتيفيا بوغ الانترنيت. هادشي سكي بيرمي لو سيتوايا يعرف فوقاش غيستعمل هاد لي سيرفيس ولا لا. المواطن المغربي بحال اللي هو حاليا، بحال اللي كاين القانون حاليا، يقدر يصاوب لاكارت الا بغاها الباسبور 12 عام ولا كاع قبل الا بغاها الباسبور، سينو راه 18 عام كيدير لاكارت. بالنسبه لهاد لاكارت الجديده نقدروا نشوفوا هاد لاج اللي يصاوب فيه لاكارت يقدر يتبدل، حنا عاد كنشوفوا ان شاء الله.